يقوم أحدث تاجر للمرتزقة في الجيش الروسي يفغيني بريغوجين بإنتاج مقاطع فيديو لاستخدامها لمهاجمة المنتقدين. بريغوجين رجل أعمال مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيقوم بإثراء قدراته العسكرية من خلال إضافة منصة مخصصة لنشر مقاطع فيديو، وهدف هذه المنصة هو مهاجمة المنظمات الإعلامية والأفراد الذين ينتقدون التدخل الروسي في جميع أنحاء العالم. لقد تم جمع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع من خلال خارون، وهي منظمة مخصصة في رصد آثار العقوبات الدولية فضلاً عن مصادر أخرى. اشتهر في البداية كون الرجل الذي يقف وراء ما يسمى وكالة أبحاث الإنترنت، وهو مركز للتلاعب بالمحتوى يستهدف عمليات الانتخابات الديمقراطية في العديد من البلدان حول العالم. ومع ذلك فإن رجال بريغوجين ليسوا مجرد محاربين سلاحهم لوحة المفاتيح فقط، إذ أنه وتحت حماية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتم تمويل مجموعة المرتزقة المعروفة باسم الفاغنر. ونظراً لأن عمل هذه المجموعة غير قانوني بموجب القانون الروسي، فإن مرتزقة بريغوجين يعملون في سرية تامة من سوريا إلى ليبيا. يمول بريغوجين مرتزقة الفاغنر من خلال أخذ حصة من مصادر النفط والغاز والمعادن المحلية، إذ يستولي الروس على 25% من النفط والغاز الذي من المفترض أنهم يحمونه في سوريا. ذات الأمر يحدث في ليبيا على الرغم من أنه لم تعرف بعد النسبة المئوية من الغاز والنفط التي فرضها بريغوجين على الليبيين. من المعروف أيضاً أن المرتزقة الروس الذين يعملون لصالح بريغوجين ارتكبوا العشرات من جرائم القتل وانتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما في سوريا. في الآونة الأخيرة ظهر مقطع فيديو من سوريا يوثق كيف قام رجال بريغوجين بقطع رأس سجين سوري تماماً مثلما كان يفعل داعش. كون الوضع بهذا الشكل يبدو أن بريغوجين يحتاج إلى وسائل دعائية لإرباك الناس ونشر الالتباس حول أنشطة المرتزقة الروس. بعد فضح وكالة أبحاث الإنترنت تمت إعادة تسميتها باسم وكالة الأخبار الفيدرالية، وفي أكتوبر أطلقت وكالة الأخبار الفيدرالية ما يسمى مجموعة باتريوت ميديا. قد تبدو الأسماء طبيعية، لكن وسائل إعلام بريغوجين تعمل لنفس أغراض مرتزقته، وهي تسهيل نهب الروس للموارد الطبيعية في دول